انا الوقت المصريين لازم يرصدوا الوفد اللي راح اثيوبيا كان على راسه السيد حمدين صباحي، دول لازم يتحاكموا. يعني الوفد ده الصوره اللي هم مع زيناوي اللي هم واقفين ورافعين ايديهم دول في اثيوبيا، لانه مين فوض دول يروحوا؟ يعني هم كانوا بيتكلموا بلسان مين؟ هل في اي مؤسسه؟ هل في اي جبهه؟ هل في اي حاجه خدوا تصويت؟ يعني هم لموا اصوات من الناس والناس قالوا لهم روحوا اثيوبيا. انت منحت اثيوبيا ظهير شعبي مصري. لما رحت قال لك هو يا عم المصريين هم ومش زعلانين وعاوزيننا نبني. فانا بقول لك انا يعني بطالب والله فعلا انه الناس دي الوفد ده بالاسم، الناس دي لابد انها تحاكم او على الاقل تسائل. ان انت الوقت حمدين صباحي طالع ينظر ويقدم رؤيه لحل سد النهضه، قال ازاي ده المفروض يسكت؟ يعني يسكت بمنطق انه انت اجرمت الجرم اللي يخليك يعني ما يبقاش يا اخي استحي يعني. فهي الفكره كده انه انت بتتكلم على وقعة او يعني حدث عظيم، لكن نتائجه للاسف الشديد كانت كارثيه ولا زلنا نعاني منها.